بالي على الموس يعني اذا نقيت امي او مرتي نايم على الدرج نايم على الدرج. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدي اسالك سؤال بس بمحله السؤال. ايه تفضل. اذا عزمت انت وشخص معك يا مرتك يا امك مين بتختار من اثنين؟ يا مرتك يا امك. هلا مش رح تزبط معك. لا بتزبط يعني. معني امي متوفيه فمرتي. افترضنا عايشه يا خيي. عايشه؟ افترضنا. الله يرحم ترابي يعني. بصير مثل بالي على الموس. يعني اذا نقيت امي او مرتي نايم على الدرج نايم على الدرج. هذا هو؟ بالحالتين نايم على الدرج يعني فبدي منك حرام. صعب صعب السؤال؟ ايه صعب كثير. يعني قالوا لك يا يا مرتك مين كنت بتختار؟ ما فيك تجاوب. الجوابين نايم على الدرج عم اقول لك بدك حرام؟ حبيبي كيفك؟ الحمد لله ماشي. بدي اسالك سؤال بس حرجي. ايه تفضل. هرج. اذا عزمت انت وشخص معك على مطعم اللي هو مرتك واللي هي امك مع مين بتروح؟ اوف. ما في جاوي. مالك نقطع النفس عنده. لا دخيلك. في 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 جواب. في جواب لها. في جواب لها انه بتروح انت وامك ايه وبس خلص السهرة بتجي بتاخد مرتك وبتروح. شو؟ كمان سؤال صح. خيي ليه؟ انا بعرف كل بيت شعبان غنايا بعقلاتهم وبجيبتهم. برأيي بلا هالروحة. ما فيك بقى تروح هاي الإدارة والشركة. بدي اعتذر حكمني شيء. انا عندي مغص. ما قادر اروح. بأمرك كبير حبيبي حسون. إذا عزموك على مطعم بدك تنقي يا أمك يا مرتك مين متنقي تاخذها؟ اثنيناتهم بحبوا يروحوا. يا أمي يا مرتي. هلا أكيد يعني هي أمي أول شيء. أوكي. بترجع مرتي. أوكي يعني أنت بتاخذ أمك على العشاء؟ إيه أكيد. والمعطرة اللي قاعدة مع أولادك بالبيت ما بتاخذها؟ بلا باخذها. كيف بتاخذها؟ بعد بعد ما هو هيدا النهار أنت معزوم. برجع باخذها مرة ثانية. لا قل له للجمهور شو بتعمل؟ برجع باخذها مرة ثانية. تأمل. ايه بوصلها برجع بجيب اخذ مرتك. معقول تزعل مرتك؟ لا ما بتزعل. بين طب امك؟ لا لا امك رح يقول الله يوفق ابني. ميرسي كثير يا كبير. بدي اسالك سؤال بس هيك محرج حرج شوي. اذا كنت بتشتغلي بمؤسسه او باي شغل وعزموكم على العشاء بس بشرط يكون معك شخص واحد اللي هو بيك واللي هو جوزك مين بتاخذي معك؟ بيي. مين؟ بيي. وجوزك؟ جوزك؟ تخيلي مرتي تقلي لقلي لا طلقها دغري انا. هي انا بطلقها. تخيل مرتي حدا يسألها هالسؤال وتقول لهم بيي والله بطلقها دغري بطلقها. حسب الزوج. بس ما انت اللي غلطانه هون. لا قبل شيء ليش غلطانه؟ لا لانه الوحده بتاخذ معها جوزها اللي هو سند لظهرها. بس البي مش سند لك ظهرك. هي اذا كان سند لظهرها. هيك يعني في حط له صناره واسم نوضع عليها هيك يعني ممكن؟ لا اكيد ما كل الازواج سوا ولا ولا كل رجل بيشبه الاخر. اي كنت هيك بدي لك الله يهنيك يا حبيبتي بس نصيحه مني ما تتجوزي. ايه لا ولا مش مزوجه حاليا. باي. كيفك؟ منيح. كيف صحتك؟ الحمد لله. بدي اسالك سؤال اخ يا قلبي. اذا كنت معزوم على العشاء بس شخصين بيروحوا انت بده يروح معك شخص واحد الشخص اللي بده يروح يا امك يا مرتك مع مين بتروح؟ يا امي يا مرتي. اكيد امي. مرتك من البيت قاعده شو بتقول لها والله معزوم انا وامي على العشاء؟ باخذها معي. لمين؟ لمرتي وامي. ما في شخص واحد يا امك يا امك يا مرتك. على حسب اذا بدها مرتي تروح او بس. اكيد 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 100% بدها تروح معك مجوزة. اسال الحجه يمكن ما بدها تروح باخذ مرتك. بالعكس الحجه اللي بدها تروح تروح بناخذ المدامه. يعني واحد بده يروح. طيب واحد بده يروح مين بتاخذ معك؟ الحجه. بس قال له للجمهور مين بدك؟ الحجه. في شيء من بعد الحجه بالحياه؟ اكيد لا. انا ما بضحك عليكم عم بحكيكم اليوم مزبوطين بفضل ياخذ الحجه لو قلت لك مرتك طلقني هناك الحجه لك هتطلع فينا بأمرك يا كبير. ميرسي كثير لك حبيبي يا حسون. اذا خيروك مرتك او امك مين بتختار؟ امي.
طب ليش ما بفهم انا خيروك خي امك ما بها شيء استلمت قالوا امك رح تقول لك حبيبي اختار مرتك انا امك موجوده شو بتختار امي هي تختك يا زلمه احكيني يا منطق قال لي ام قال لي مثلا مرتي هي ام اولادي مرتي هي امي ما نفس الطريقه بعدين رح تعيشوا مع مرتك اكثر من رح تعيشوا مع امك انا حلفتني باختي حاختار مرتي عنديش اخت عنديش اخت بس يستذك علي ما بس ما بيهرب ما فيها كيفك الحمد لله بدي اسالك سؤال كثير حرج اوكي اذا انت كنت تشتغل بشركه او مؤسسه وعزموكم بس عشرة كل واحد يكون معه شخص من اثنين يا امه يا مرته مين بتختار امي ومرتك اللي عندها اولاد وجابت لك طعميك وبتغزل خليها بالبيت مع الاولاد هي مين بتدم له امه ولا مرته امه هذا رايك انت بس انت رح تعيش مع مرتك مدى الحياه اي بس امي الاصل ما قلناش لا نحن اه بس مرتك حرام على راسي هلا معنا مجوز ثلاثة أي واحدة بياخد شو شو؟ فرجيكم بلبنان 90% رجال صح شو؟ 100% وبدنا نربع له إياها كمان لا لا خلص ثلاثة وبيقدي يعني معنا أول الرابعة؟ لا لا ما في رابعة بأمرك شو بدك تقول لهم؟ بتحبهم ثلاثتهم أنت؟ إيه بعقده ثلاثتهم؟ ثلاثتهم ولك الله يخلي لك يوم كم ولد عندك اسمها لشتنا؟ هي الأولى عنجد آه صغار أولادك إيه بابا هيك بدك شيء كبير بدي اسالك سؤال بس حرج شوي انت بتشتغل بمؤسسه او باي شيء بتشتغل وعزموك لك انت ويكون معك شخص اللي هي مرتك واللي هي امك مين بتختار يكون معك حرج السؤال خلصنا اثنين اكيد اوكي ما في شك بس انت بده يكون معك شخص مرتي مين؟ مرتي إلا إلا مرتي وأمك بركي زعلة أمي؟ خليها عند بي أمي هلأ طب بجربك هلأ قلت لي مرتك أنا انبسطت بس شو بتقلها لأمك؟ أمي؟ فيك تعتذر منها يعني ثرميتها على راسي أمي أوكي تج راسي أمي أكيدي شو بتقلها لأمك هلأ وتشوفني؟ نور عيوني أمي قلبي ومرتك؟ الشريان اللي بالقلب صميم القلب اللي جوا مرتي صميم القلب اللي جوا مرتي هو رجال حبيبي والله كونوا مثل هالرجال حبيبي حسن اللي بيحكوا عن نسوينهم بالخير الله واو اللي بيحكوا بس هو رجال بعد رجال يا عيب الشوم يعطيكم عافية إذا خيروك أمك أو مرتك مين بتختار؟ أمي أكيد ومرتك شو ما بتزعل؟ مرتي بتروح وبتجي بس أم فيش غير أم واحدة انت برايك هلا اذا سالنا العالم ما بيتخانقوا مع بعضهم مرته وهو ما بيتخانقوا بتتخانق شو يعني الام ما بتتعوض المره بتتعوض خيي بس عمل لك امك ومرتك طيب الام اغلى يا خيي نعم الام اغلى اغلى من مرتك اكيد اوعك جرب تتجوز النار اوعك اوعك اذا بعرفك تجوزها كل انسان كل حدا بيعرفه بس يتجوز او يخطب تحكوني شخصي مشانه نص النار مش رح يضايق مع مرته